ركض على معانو. يلا عودة إلى زميلنا رعد عوجان من جديد، وصباح الخير رعد. صباح الخير رعد. أعزائي المشاهدين مرة ثانية صباح الخير لنا. صباح الخير. صباح الخير رعد، وإلك الهواء حتى تطلعنا على التفاصيل اللي حابب تطلعنا عليها في هذا الصباح، تفضل. شكرا كساندرا، شكرا لانا، شكرا اعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر برنامج يوم جديد. قطعتنا الاولى ستكون من مصنع بلديه معان الكبرى للصناعات المعدنيه، هذا المصنع المتميز حقيقه الذي يقع في المدينه الصناعيه. نتحدث اكثر حول هذا المصنع واهميه وجوده. ينضم الي المهندس محمد عليدي، وهو مساعد رئيس بلديه معان للشؤون الفنية وهو مدير المصنع. صباح الخير وصباح الوطن الجميل، ماذا تقول بعد التحية؟ صباح النور، أسعد الله صباحكم أخوان المشاهدين في هذا اليوم الطيب من أيام شهر الفضيل شهر شعبان المبارك، وهنا أنفاسنا تقترب من شهر رمضان المبارك شهر الخير والإحسان. أسأل الله أن يبلغنا إياه الأفاقدين والمفقودين، وأن يهله على هذا الوطن بالأمن والأمان والسلامة والإسلام إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم اخوان المشاهدين في مصنع بلدية معان الكبرى للصناعات المعدنية، هذا المصنع المتميز الذي ينتج حاجات البلدية من الصناعات المعدنية. نتعدد بداية متى تم انشاء هذا المصنع، الهدف من انشائه والعاملين فيه من ابناء المجتمع المحلي ولا كيف؟ اخوان المشاهدين، هذا مصنع بلدية معان هو كانت فكرة انشأتها بلدية معان عام 2007 تقريبا، وكان هذا مشغل لانشاء الصناعات المعدنية وهي أهمها حاويات جمع النفايات. طبعا هذه الفكرة تبلورت والحمد لله طورناها إلى مصنع ومشغل لصناعة الحاويات. اليوم إحنا كما ترون أخوان المشاهدين في مصنع بلدية معان نصنع حاويات نفايات، وهذا هدفنا الرئيس، ونصنع عربات جمع النفايات للعمال الوطن، ونصنع باقي الأشياء. طبعا هذا المصنع متميز لعدة أشياء، لأن نعمل على شروط، نعمل على أن يكون مصنعنا مصنع أخضر، ونعمل على عدة محاور أهمها اللي هو بداية إعادة الاستخدام وصيانة الحاويات القديمة وتجديدها، وهذا الشيء يوفر لنا كثير من الطاقة والمواد الخام، ويحقق أهداف التنمية المستدامة بتقليل المواد الخام وتقليل وهدر المواد المعدنية الحديثة. وعندنا خط ثاني هو خط إنتاج الحاويات وتصنيعها، نصنع حاوية بمواصفات عالية تخدم المدينة وعمرها التشغيلي طويل جدا طبعا هذه الحاويات احنا اشتغلناها بطريقه ومواصفه، تتبعنا جميع ملاحظات عمال الوطن وسائقي الضاغطات والمواطنين والفنيين العاملين في المصنع، بحيث ننتج حاويه قويه ومتينه وعمرها التشغيلي اطول، مما يوفر المال على البلديه وعلى ميزانيه الدوله. يعني الان هذول يتم تصنيع الحاويات في هذا المصنع للاكتفاء الذاتي في المدينة، أيضا ممكن يعني تبيعه لبلديات أخرى؟ نعم، يعني احنا بإذن الله الحمد لله هذا المصنع معدل إنتاجه اليوم من الحاويات الجديدة تقريبا 6 حاويات، ومعدل إنتاجه من الحاويات المصانة والإعادة صيانتها تقريبا 10 حاويات يوميا. احنا بنصنع لبلدية معان ومنطقة اختصاصنا، وعندنا اتفاقيات مع بلديات مجاورة برعاية وزارة البلديات للبيع على هذه البلديات وتزويدها بالحاويات. طبعا هذا المصنع من أهم أهدافه يعني هو هدف تنموي وتشغيل الشباب في مدينة معان، ويعني احنا الحمد لله تقريبا لحد الآن صرنا مدربين أكثر من 70 شاب وكانوا عاملين معنا في المصنع، والآن أصبحوا عندهم مصالح خاصة في المدينة، واحنا عندنا هدف أن يكون عندنا يعني يكون عندنا قدرة على تدريب مجموعة من الشباب يكونوا قادرين على فتح مصالح خاصة فيهم وتطوير مهنة الحدادة في مدينة معان، خاصة بأن هذه المهنة ارتبطت بتاريخ المدينة وعمرها في المدينة أكثر من 300 عام، وامتازت أهل مدينة معان بهذه الصناعة وهي صناعة الحدادة وتشكيل المعادن. طيب نتحدث يعني مهندس
هناك خطة لديكم بلدية معان، وفي الحقيقة أنا بحب أشكر عطوفة رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح على اهتمامه البالغ في هذا المصنع، وأيضا اهتمامه في تنمية مدينة معان بشكل عام. نتحدث الآن خطتكم في هناك ترميز خاص للحاويات لشوارع مدينة معان، خاصة الشوارع الرئيسية. أخوان المشاهدين، الآن التميز أصبح هو الهدف، وإيصال المركب إلى بر الأمان هو النجاح. نسعى في بلدية معان أن نغير الدور التقليدي للبلديات، ونسعى ليكون دورنا دور تنموي خدمي استثماري مترابط. إحنا الآن يعني في صدد أنشأنا خطة إدارة نفايات جديدة لبلدية معان 2023-2029. هذه الخطة لإدامة إدارة النفايات وإدامة نظافة المدينة، يعني هي الخطة بلشنا فيها من مصنع الحاويات، انطلقنا وحتى نصل كل بيت. احنا الآن عندنا خطة لترقيم الحاويات النفايات وعمل مسارات جديدة لضغطات وآليات جمع النفايات. عندنا مسارات جديدة الحمد لله الآن لتوفير الوقت وتوفير الوقود في الآليات وإطالة عمر الآلية. طبعا كل شارع عندنا بأخذ لون معين، وكل منطقة بأخذ رقم معين، وكل آلية جمع نفايات مرتبطة بهذه الأرقام وبهذا اللون. طبعا حاولنا نستخدم ألوان معينة ورسومات معينة في إنتاج الحاويات حتى تكون كل منطقة مميزة. طبعا هذا الشغل بده تعاون من المواطنين، تعاون من آليات، من سواقين جمع، من سائقين جمع الآليات ومن المصنع. طبعا هاي الفكرة إن شاء الله احنا أطلقناها في بداية تقريبا منتصف العام الماضي، والآن أصبحنا تقريبا موصلين 30% من الخطة هاي. نأمل بإذن الله أن نكون في نهاية هذا العام 23 أتممنا هاي الخطة، وهي ترقيم جميع حاويات المدينة واستبدالها وصيانتها وترميزها بإذن الله. يا سيدي كل الشكر والتقدير للمهندس محمد عليدي، وهو مساعد رئيس بلدية معان، على هذا الاهتمام وهذا الكلام الطيب، وهذه دعوة المواطنين في هذه المدينة وفي هذه المحافظة، الاهتمام بهذه الحاوية وجدت لخدمتك حقيقة أخي المواطن، فيجب أن نحافظ عليها من التلف وأيضا من الحرق ومن أي شيء يتلف، لأنه في النهاية صحتنا بتهمنا. عدنا إليكم ساندرا ولانا وصباح الوطن الأجمل والأحلى والأغلى من هنا من محافظة معان. وكمان شوي هنا قصة جميلة حقيقة، قصة تحكي لفنان الحرف اليدوية نادر السعادي، هذا الفنان المبدع الذي جسد على أرض الواقع حقيقة كيف الاهتمام بنشر التراث المعاني الأصيل من خلال يعني مجسمات مميزة ستكون معي بعد قليل، ولن أفسد حقيقة المفاجأة. صباح الخير لكم مرة ثانية، وصباح الخير من محافظتي معان. زميلنا راعد، أكيد تحياتنا إلى ضيوفك الكرام، دائما إحنا بكل المحافظات المملكة عندنا شباب واعد ومتميزين ونقل ثقافة تراثية بشكل يليق بهذه المملكة، فيعطيك العافية، أكيد رح يجمعنا فيك لقاء بعد قليل.